ثابكم الله. يقول السائل: عندنا بعض الناس الذين يتبركون بالقبور ويحتفلون بالمولد، وكنت أنصحهم بأن هذه من البدع، لكنهم حاربوني وقاطعوني، فهل أستمر في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. تبرك بالقبور هذا الشرك، وأما الاحتفال بالمولد هذا بدعة، هذا بدعة وليس شركا، إلا إذا كانوا يستغيثون بالرسول في الحفل، لأن بعضهم يستغيث بالرسول في الحفل ويستنجد بالرسول، هذا شرك. أصل المولد بدعة، وإضافة إليه الشرك، الشرك وهو دعاء الرسول والاستغاثة به وطلب النصر من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا شرك. وأنت استمر، جزاك الله خيرا، استمر في إنكار هذه الأشياء والدعوة إلى الخير بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا تيأس من هدايتهم، ولا لو يهتدي واحد منهم لكان ذلك خيرا كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. استمر على هذا العمل الطيب، وهو النصيحة وإنكار البدعة والشرك، الدعوة إلى التوحيد والسنة، وأنت مأجور إن شاء الله. ولو قاطعوك ولو ضايقوك اصبر على هذا. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، لا بد من الصبر. والذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو الناس إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك سيلقى منهم الأذى ويلقى منهم المضايقات، لكن يصبر على ذلك لأنه في سبيل الله عز وجل.